في جنازة رسمية شيعة من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة التي استشهدت أمس بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد شارك آلاف الفلسطينيين في الجنازة وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا. ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن غدا في مقابر العائلة حيث مسقط رأسها في مدينة الخليل. Thank you.